شاركت معكم واحد المقطع ديال واحد الأغنية جميلة سميتها يا جارة ودينا، مغنية المرحومة رجاء بالمليح، وهو يكتب لي واحد في التعليقات واش سطيتي. تنجاوبك أنا إنسان عادية، أنت معقد. بيل كلينتون واللي كان رئيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية كيعزف الساكسوفون في حفلات، وزير الخارجية الأمريكي الحالي كيعزف الجيتار للروك واحد السهرة مؤخرا في البيت الأبيض، اوباما ملي كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه فين ما كيعيطوا ليه في شي برنامج الين دي جينيرس كيدخل كيشطح، بوتين رئيس روسيا كيعزف البيانو. الانسان يكون كيناضل غيدير حزب، يكون رئيس او امين عام حزب، يكون رئيس دوله، يكون حقوقي كبير، يكون مفكر عادي، يشارك مع الناس ثقافه، الفن، الجمال، لبسه زوينه، معزوفه زوينه، هذه هي الحياة. أماكن كنزوروها، أكل زوين كناكلوه، معزوفات موسيقية، دي طابلو كنشوفوهم كيعجبونا، هاد الشي عادي. شخص طبيعي كيبارطاجي مع الناس أفكاره والذوق ديالو. اللي جاهم ماشي عادي، معقدين، مراد، وحنا أغلب المجتمع ديالنا مكبوت ثقافيا، فنيا، فكريا. داكشي علاش ما عندناش الإبداع في المغرب. حنا كدولة مملكة عندنا تاريخ حافل بالقصص من الموحدين والمرابطين والأندلس، وشو ممكن نكتبو من سيناريوهات باش نحكيو شنو كان واقع فيها، لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا رومانسية، غير في التاريخ الحديث، غير في عهد محمد السادس المصريين داروا مسلسلات على الثورة، 20 فبراير حراك ديال الريف كديميزيك اللي وقع في الصحراء، نخرجوا منهم ماشي المسلسلات، نخرجوا منهم الاساطير. الامريكان مبدع، كيجيهم عادي شخص يكون سياسي ومبدع، حنا مكبوتين معقدين ما عندناش الابداع. داكشي علاش ما نعرفو نكتبو سيناريو ولا نخرجو فيلم ولا نخرجو مسلسل ولا نقدو اغنيه مزوينه مقاده وطنيه ولا حتى شي حاجه عندنا في الفن والابداع ما عرفنا نطوروه. على هاد العقد اللي عندكم، مرا مناضله عاديه شركه معزوفه رائعه، واش حماقيتي واش تسطيتي؟ ما علاقه السياسه طبعا، غير البعض، الاغلبيه ديال لي كومونتير الله يعطيكم الصحه، باقي المغاربه بخير وعلى خير، غير للاسف هادوك شويه المعقدين كابتيننا حنا اللي نورمال. نو، خاصنا نخرجوا ونشاركوا مع بعضياتنا احاسيسنا والجمال والفن والابداع والنضال على حقوقنا، ونشاركوا سياسيا ونشاركوا في جميع المجالات، وما نخليوش المرض والمعقدين يعقدونا بحالهم ويحبسونا. تحياتي.